مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مره ثانيه. بناء على طلب وصلني على القناه، اليوم راح اعمل وصفه كولاج بالقشطه او ورباط، احنا بنسميها ورباط. الوصفه بسيطه وسهله جدا، مقاديرها سهله وبسيطه. راح نحتاج عبوه من عجينه الكولاج او عجينه البقلاوه، تقريبا بكون وزنها نص كيلو. بحاول اخليها بكيس النايلون، ما بفتحها الا لما بدي ابلش اشتغل فيها. راح نحتاج لحشوه الورباط لكوب ونص حليب كامل الدسم، ربع كوب سميد ناعم او سميد فرخة، ربع كوب سكر، معلقة كبيرة ماء الزهر. هذا بالنسبة للحشوة. رح احتاج 3/4 كوب سمنة مسيحة لدهن الرقائق، رح احتاج فستق للتزيين وكمية من القطر بعد هيك عشان اسقيهم. رح احتاج لخبزهم صينية حفتها قصيرة بهذا الشكل، دهنتها أنا بسمنة. رح نحتاج كمان فرشاية لدهن الرقائق بالسمنة. رح أحتاج كمان صحن إزاز مدهون زبدة بهاي الطريقة عشان نحط فيه الحشوة عشان ما تلزق الحشوة بقاع الصحن. وآخر شي رح نحتاج طنجرة صغيرة عشان نطبخ فيها الحشوة، وهلأ بدنا نشوف كيف بدنا نطبخ الحشوة. طنجرة صغيرة وعلى نار خفيفة، رح أضيف السميد على طول. بحرك السميد على النار لما يسخن، انتبهوا انه ما يتغير لونه، بس بدي اياه يسخن. بعد ما سخن عندي السميد رح اضيف الحليب بالتدريج، بضيف شوي وبحرك. رفعت النار لمتوسطة، بعد ما ضفت كل كمية الحليب بستمر بالتحريك على نار متوسطة لحد ما يغلي، بوطيه على الآخر وبتركه يغلي حوالي 5 دقائق. أنا بلشت أستعمل معلقة خشب، دايماً في المهلبية أو القشطة أحسن إنه أستعمل معلقة خشب في التحريك أحسن من السيليكون. الخليط بلش عندي يتقل، بعد ما تماسك خليط السميد والحليب بضيف السكر، بحركه على النار. بدي الخليط يكون مثل اللبن الجامد تقريبا. بضيف معلقة كبيرة من ماء الزهر للحشوة، بحركها مع بعض. هي هلأ جاهزة، بطفي النار وبصبها بالصينية. بترك الحشوة تبرد وبعد هيك بنبلش نطبق بالورباط. وهلأ بدنا نبدأ نطبق الورباط. عجينة البقلاوة غطيتها بفوطة مبلولة مثل ما انتم شايفين عشان ما تنشف لأنها كتير حساسة. رح باخذ أول طبقة، أنا تركتها برا الثلاجة تفك حوالي 5 ساعات. رح أرجع أغطيها على طول بالفوطة المبلولة، ببلش أدهن السمنة السايحة قد ما بقدر، بحاول أغطي الطبقة كلها. كل ما غطيتها بطريقة متساوية كل ما أعطتني نتيجة مقرمشة أكثر. مثل ما أنتم شايفين ناخد كمان طبقة البقلاوة بنحطها فوق الطبقة الثانية بهذا الشكل. ما تقلقوا لو واحدة انمزعت منكم مش مشكلة، لما تنخبز هي بتتغطى، أو لو واحدة كرمشت مش مشكلة. ندهن سمنة بنفس الطريقة الأولى، بكرر لحد ما يصير في عندي 10 طبقات، وبعد هيك بفرجيكم شو رح نعمل. مساحة البقلاوة عندي هون، شرايح البقلاوة عبارة عن 17 انش ب 13 انش،
بدي اعملهم مربعات متساوية الاضلاع، اقسمها مربعات متساوية الاضلاع. فرح اقطعها هون عندي 15 × 12 انش. خلص من هاي الزوائد، ما برميها، ممكن يكون لها استعمالات اخرى. هلا عندي الطبقه الاخيره هون ما دهنتها انا بالسمنه، رح ابلش اقطع مربعات 3 × 3 انش. رح اعمل هون اشارات عشان تكون المربعات متساويه. صارت عندي جاهزة للحشوة، بحط تقريبا معلقة صغيرة بوسط كل مربع بهاي الطريقة. حطيت مقدار معلقة كبيرة من الحشو، حشوة الوربات، في وسط كل مربع. بمسك المربع وأطويه على نفسه بهذا الشكل، بعطيه طبعا شكل مثلث هون. بحطهم بالصينية اللي دهنتها سمنة الكبية، هاي اعطتني تقريبا 20 مربع. بعد ما جهزنا الوربات بهاي الطريقة، راح ادهنهم بمقدار وفير من السمنة الدايبة. بعد هيك بخبزهم بفرن حرارته 400 لمدة 10 لـ 15 دقيقة. بس يتحمروا بضير عليهم قطر سخن حار، وبرجع برجعهم على الفرن حوالي 5 دقائق لحتى يتشربوا القطر، وبفرجيكم طريقة تقديمهم. الوربات طلعوا سخنين من الفرن، راح احط لهم القطر الساخن. ضفت الوربات حوالي كوب من القطر، حرجعهم على الفرن. الفرن طبعا مطفي بس بعده حامي، حرجعهم 5 دقائق تقريبا، وبعدين بطلعهم ببردوا وبنشوف كيف بنقدمهم. ورباتنا صاروا جاهزين للتقديم. باخذ قطعه وبزينها بفستق حلبي مفروم ناعم، بقدمها. صحه وعافيه، وبشوفكم مره ثانيه.